السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاية اقول لكم على حاجة خسستني 25 كيلو في شهرين، وهي حاجة موجودة عندنا في المطبخ مش هنجيبها من برة، ومعروفة ان هي بتزود الحرق. ايه هي الحاجة دي؟ هي الجنزبيل. الجنزبيل ده بحط معلقة على كوباية مية سخنة وبغطيها لمدة 10 دقائق قبل الأكل. بنص ساعة أروح أشرب لي كوباية من غير سكر ولا عسل، وبعد الأكل بساعة برضو بشرب لي كوباية تاني. في كل وجبة بعمل كده، وقبل ما أنام برضو بعمل كده. إن شاء الله بإذن الله هتشوف الفرق بعد أسبوع، هتشوف إزاي إن الحاجة دي غيرت معاك وفرقت معاك. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.